الوصفه دي عشان نعملها عايزين صدور فراخ حسب عدد افراد الاسره. يعني احنا النهارده عاملين شويه كده، عاملين اكتر شويه. عايزين بيض، 2 بيض تقريبا، قالب توست ابيض مطحون، شوفوا ده هقول لكم عليه دلوقتي، ملح وفلفل، معلقه كبيره ماسترد، معلقه كبيره عسل، 2 معلقه كبيره ليمون، زيت للقلي، وللوش عايزين معلقه كبيره زبده، 2 كوب مشروم، 1 بصله صغيره، 2 فص ثوم مفروم، ملح وفلفل، رشه بابريكا، 8 شرايح جبنه تشيدر، على اساس ان احنا عاملين 8 قطع صدور فراخ تقريبا او كده، و8 شرايح جبنه موتزاريلا او ايمنتال، ممكن تقللوا الكميه على فكره. وعايزين بقى للتقديم كده شويه خضار، شويه ذره، حاجات كده يعني. اول حاجه هنعملها عايزين نجيب الملح والفلفل ونحطه على البيض عندنا هنا، وناخد هنحط ده عشان تتبيل الفراخ، واللي هي هنحط فيها العسل والماسترد. ادي معلقه العسل. العسل والماسترد صحاب جدا، بيعملوا شغل مع بعض حلو قوي لما بيجتمعوا، فالنهارده هنحطهم مع بعض كده، يعني الماسترد والعسل اقوياء كده مع بعض. زي ما قلنا دي برضو صدور فراخ مدقوقه برضو، تمام كده خلاص، دي كده عندي جهزت. باخدها بقى احطها ممكن في التلاجة، بتقعد ممكن 2 يوم في التتبيلة، وهو ده اللي بيخليه مختلف عن اللي بناكله في المطاعم. هناخد بقى دلوقتي ايه الفراخ اللي عندنا ونبتدي نعمل ايه، كده كده ده ده ده. نجيب الطبق تاني ونحط في بيض بقسماط، بيض بقسماط مش بقسماط، يعني ده هو شبه شويه، يعني فكره التوست المطحون دي شويه عامله زي البانكو. البانكو اللي هو يعني نقول ايه، زي ده كده بس ياباني، بيبقى برضو كده ابيض وجميل جدا، برضو بيطلع الحاجه لونها رائع. طيب دلوقتي بقى هناخد الفراخ بتاعتنا ونبتدي نحطها في الزيت ونعمل الصوص بتاعتنا كمان. طيب دي كده عايزين، خلينا ناخد حته نشوف ايه الاخبار. لسه احنا دلوقتي، خليني بس اطفي على ده. احنا ده المشروب بتاعنا اللي حطينا فيه الاتي، حطينا معلقه زبده صغيره جدا، حطينا تقريبا 2 معلقة كبار بصل مش اكتر من كده، وحطينا 2 كوباية مشروم، وحطينا شويه بابريكا، ودلوقتي هنحط شويه ملح وفلفل، وكده نبقى احنا خلصنا اللي هنحطه على الوش، شويه ملح وشويه فلفل، وزي ما اتفقنا حطينا بابريكا خلاص، وكده نبقى عملنا الوش جاهز اهو.